الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا طالب زهرة محمد من مدرسة الشورى. يلا خلينا نبلش درسنا. اليوم درسنا المادي. المادي والآب تكون المادة والآ والفتحة أخذناها في درس السابق. هذا الخاص المحلى إلى حرف ال. القرآن القرآن تدعو تنبو همزة وصل محلاها نكتبهم ونقرأ نعبر نفقه إلى حرف ال. الله الله هي الله وك أكتقو تقول تقول نقطة رأسية تشرح إن عني كلمة. آمين آمين إن آمين آبي آبي هو آدم يقرأ 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 همزة وصل محلاها نكتبها ونقرأها نقرأ نفقع إلى حرف ال. الكي الكتا الكتابة الكتابة ما أرى أري ما أريب ما أريب تأق تقرأ 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 قصة قصة تنقص تنقص تأق تقرأ 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 قصة قصة تنقص همزة وصل محلاها نكتبها ونقرأها نقرأ نفقع إلى حرف ال. الأس الأس دي الأسد و همزة وصل محلاها نكتبها ونقرأها نقرأ نفقع إلى حرف ال. الفئري الفئري.